التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة بس بطمن عليكي. انت في حاجة قلقاكي؟ حاجات. وانا منهم؟ انت ايه رأيك؟ انا رأيي ان انت تنفذي قرارك، توجعيش دماغك بينا احنا بقى، مفيش حد هيتعب غيرك انت يا ماما. صح، طز فيكم. شادي ما تسيبنيش. مش هينفع بقى موجود هنا. ايه؟ رغم كل العك ده البيت ده ليه صاحب، وانا مش هينفع ابقى موجود هنا وهو مش موجود، ولا حتى عارف اني جاي. اول مره بحس كاني ما اعرفكيش. ايه؟ وحاولي تخلي بالك من نفسك ولوحدك، لان انا شخصيا ما اعرفش ازاي. بقيت مش فاهم ايه اللي بيحصل بره، والمشكله ان المسجون ده لقى كل الناس اللي بيحبهم قافلين ابوابهم في وشه. الموضوع ده بيجرح قوي. بس لما المسجون يروح للسجان بخاطره ويبكي بدل الدموع دم عشان يدخله زنزانته ويقول انه ما صدق انه خرج، يبقى الموضوع في حاجه غلط يا هندسه. بس انت ليه عقدت ادم قوي كده على اللي عمله معاكم؟ اللي انت عملته معايا ده بالظبط اللي ادم عمله معاكم بالظبط. ماما وعبد السلام قرروا انهم هيجوزوا. مبروك، الف الف مبروك. خليهم بس يبلغوني امتى عشان نعمل حسابنا نبقى موجودين. انت لو كنت حاولت لحظه واحده انك تشديني معاكي لحياه جديده، انا كنت هعمل كده وهنسى كل حاجه قديمه في حياتي. حياتك انت كمان. مش عارف اعمل ايه مع انش يا طنط، مش لاقي حاجه اعملها.
استحملها يا يوسف، راعي مشاعرها اليومين دول. مش الدكتور قال لنا ان في الحالات دي الست بتبقى مكتئبه ومحبطه؟ مفهوم يا طنط، مفهوم، بس انا بقالي يومين بحاول اصالحها. حصل خير، هي محتاجه تحس بالامان وتحس ان انت راجلها وان مفيش حد في الدنيا يهمها قدك. لو انت بتحبها بجد وخايف عليها اديها كل الاولويات. مفيش شغل، مفيش نديم، مفيش اي حاجه تانيه. يلا عشان ما تاخرش. والله بقالي كتير قوي ما اكلتش اكل حلو كده. ربنا يقول بخاطرك. تسلم يا بشيمة. هما الاجانب اكلهم مش حلو قوي. انا فاكره لما كنت بسافر مع ابو الولاد الله يرحمه كنت بقول ولا سندوتش من ايدك يا بسيمة. بس انت فعلا شكلك ما كنتش تاكل هناك خالص، يعني انت راجع خاسس جدا. ده شكرا. ده ضغط الشغل هناك كان خطير، مش ممكن، رهيب جدا. كنت لما بروح كنت جعان نوم، مش جعان اي حاجه تانية. اللي بقى ما بيبطلوش اكل حتى وهم شغالين الامريكان. خلي بالك يا فيفي لما تسافري انت ودكتور سعد عشان الاكل هناك مغري جدا. عارفه انا كل اصحابي اللي هناك ضربت منهم خالص. او صحيح انتوا رايحين فين في امريكا؟ ممكن اعمل تشيك اب بتاعه؟ عامل زي العيال الصغيره خايف وعمال يزوغ مني، بس انا فضلت وراه لغايه ما خليته يعمل تشيك اب بتاعه. واطمنتوا عليه الحمد لله؟ الحمد لله مش بطال يعني، بس هو محتاج يعني يقتنع انه ما عندوش 25 سنه خالص. ما فين احمد؟ خرج ولم يعد. شكرا. عامله ايه انجي صحيح في الحمل؟ طيب هو انا فسخت خطوبتي وانجي ما بقتش حامل وماما هتتجوز. واضح ان ايه ما بتجيبلكش سيرتنا خالص، عشان كده انت ما تعرفش التطورات. كملي اكلك يا ايه. انا مش عايز اكل. نقدر ده بيته. انا جاي معاكي، خديني. مبروك يا طنط. خلاص يا انجي، بقالنا 3 ايام بنعيط. خلاص أنا عايزة أبقى لوحدي. لا مش هسيبك، ولا أنت هتسيبي نفسك تستسلمي. وهنتعامل مع اللي حصل ده لأنه سبب هيخليكي تبقي أقوى وتحبي نفسك بجد وتواجهي كل اللي أنت كنت مأجلاه. هتشوفي أنت عايزة إيه وهتعملي. مش معقول كل ما حد فينا يتسند التاني يقع. أنا تعبانة ومحتاجاكي. مش قادرة أعتمد على نفسي. المهم ان انت تبقي في حضني.
تيجي معايا، ترجعي معايا. انا عايزه ابقى في وسطهم دلوقتي. سافر يا يوسف، خد طياره بليل وسافر عشان توصلها وتروح على الموقع الصبح ان شاء الله. وكلمني، طمن عليا كتير. انا مش زعلانه، انا متفهمه. مش مصدقه، ما عنديش شغل بدري بكره. يا دوبك خلصت الاوردر وجيت جري عليها. انا حتى لسه بنفس اللبس، مش قادره اغير. سوري معلش، اوردر ايه اللي انت جايه منه؟ ما هي ليلى ممثله. فعلا ممثله؟ اه بمثل. غريبه يعني، عمري ما شفتك بتمثلي في حاجه. هو انت بتمثلي في ايه بالظبط؟ يعني كذا حاجه كده، كام مسلسل على كام فيلم. اديني بحاول اركز. اي نعم ادواري مش كبيره، بس عشان كده بقى قررت ان انا اجي اعيش في القاهره واسيبني من اسكندريه خالص. هو كلامها ايه؟ كلمته الديلر ما بيردش. ابن ستارلي شكلها كده فكست النهارده. طب يلا بينا نمشي عشان اصحى بدري اصلا بكره. يلا مهليلة عايزه تشطب بدري النهارده. باي باي. استنى استنى هاجي معايا. على فكره انت بتهزر. طب كنت نيجي ليه من الاول اساسا؟ يا بنتي ما انا كنت فاكر ان احنا هنعرف نظبط الاسكورايه، بس خلاص فكست. طب استنى كده، انا حابب اظبط حاجه. لا 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 انا تعبت خلاص بقى، هروح انام. يلا سلام يا جماعه. سلام. سلام. هاي انا هناء. احمد شكلك لسه عايز تأخر. ها؟ اه. طب هو انت عندك كاشات؟ معايا كاشات. ايوه. لما انت مش نايمه قاعده لوحدك ليه؟ افتكرتكوا كلكوا نمتوا. ما سافرتيش مع يوسف ليه؟ ايش زهقتيني. انا عارفه انك انت كنت محتاجاه له جنبك في وقت زي ده، بس هو ما قصدش ما يجيش. ما كانش عارف اللي حصل، واول ما عرف جالك على طول. أنا مش زعلانة منه يا مامي، بس خلاص فعلا يعني قعدته مبقتش ليها لازمة. هو أنت إيه خلاص سحبت الثقة إن أنا ممكن أبقى صاحبتك وتحكي لي وتفضفضي لي ونحل أي مشكلة ليكي؟ لا طبعا طبعا لا، بس فضلك بإيه؟ أنت عارفة إيه اللي مزعلني يعني. لا أنا ما بتكلمش عن البيبي ده، ده قضاء ربنا. أنت عايزاني فضلك بإيه بقى؟ ما عندكيش أي حاجة عايزة تحكيها لي؟ مش أنت كنت قلتي طز فينا وإن أنت مش هتفكري في حد غير نفسك؟ إيه موضوع اللي اسمه نديم ده؟ إيه؟ ايه يعني موضوع نديم؟ واضح ان هو كان قلقان عليكي بشكل اوفر قوي، لدرجه ان هو نزل من هناك زي جوزك، وانت ما خليتيهوش يجي يشوفك في المستشفى، مع اني عارفه انكوا شركاء واصحاب انتيم. اه المفروض، بس انا ما كنتش في حاله تصلح ان انا اشوف اي حد. صاحبكوا الانتيم يعني ايه؟ أنا مش هضحك عليكي وأقولك إن أنا عندي خبرة في حاجة زي كده، أصل عمر ما كان حد من صحاب جوزي صاحبي، ولا حد بيكلمني في التليفون ويقولي وحشتيني. على فكرة أنا سمعتك بالغلط وأنت بتكلميها، ومن يومها وأنا خيالي مش متصور إيه اللي بيكملوا عن العلاقة دي. الظروف اللي حصلت خلتني أجل الكلام في الموضوع ده. أرجوكي ريحيني، قولي لي مدى علاقتك بالراجل ده إيه؟ علاقة ملخبطة بس شوية. مش فاهمة، هو ده يعني صاحب العيلة ولا في حاجة أكتر من كده؟ نديم بيحبني.
انت مرات صاحبه. هو مش راجل واطي وهو ما كانش قصده ان هو يحبني وما طلبش اي مقابل. مش فاهم الراجل اللي يكلم مرات صاحبه من وراه ويصرحها بحبه ويقولها وحشتيني وكلام العشاق ده، ده يبقى راجل واطي، واطي جدا كمان. بس اللي اوطى منه بقى اللي هي كمان توصل العلاقه ان هي تقول له وحشتني وتسمح له اساسا ان هو يعترف لها بحبه. الظروف بس هي اللي خلت الدنيا تبقى ملعبك قوي. وبعدين انا مش فاتحه الباب خالص يعني، انا بس اتلخبطت قوي تعبانه قوي. الباب ده يتسد ويتقفل بالاسمنت، ما يتسابش موارب. لخبطتك دي تحليها بنفسك، ولو اكتشفت انك انت بتحبي اللي اسمه نديم ده ما ينفعش تبقي على ذمة راجل تاني، لانك هتبقي ست مش محترمة. وانا اقبل على ولادي كل العبر الا ان بنتي تبقى كده. انا مش عارفة انتوا مين، ما عرفكوش. انا ولادي فين؟ لحد ما جه اليوم اللي شفت فيه موسى عبد الغامر، اول ما شافني قال لي لا 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 انت لازم تمثلي حلوه وداعمه ونخشه وعندك كاريزما ووشك فوتوجينيك كمان. كل ده من غير ما اشوفك كنت بتمثلي؟ امال ايه؟ الناس دي عندها نظره، كتر ما بيشوفوا وبيشتغلوا بيفهموا، وبالذات بقى في اليوم ده هوت. ليه؟ كنت ساعتها لسه متطلقه وفكه كده، كنت قاعده بغني وبرقص. المهم هو شافني برقص من هنا قال لي ايه ده؟ ده فن الزمن الجميل، ما شفتهوش من ايام شريهان. قمت اخده بعضي على طول ونازلاله. رحت على المكتب عملت كاستنج من هنا لهنا لهنا، عملت اعلان في كليب. هوبا في اول خطوه هاتك عرض. ايه؟ فيلم هاتك عرض انت ما شفتوش ولا ايه؟ لا الحقيقه ما حصلش الشرف لسه. وعمال تقول لي انا عايزه ادخل المجال واكتب سيناريوهات وانت اساسا مش عارف اي حاجه خالص. هي مش هناء قالت ان صاحبها هتجيب منه حاجه قريب من هنا، ايه التاخير ده كله؟ وانت زهقت مني ولا ايه؟ لا والله هو مش زهق على حاجة، بس يعني بقى تذكر فمش عايز اسقط بس. طب اقول لك على حاجة حلوة، انا عندي ليك قصة فيلم ما حصلتش قبل كده ولا هتحصل، وبعدين فيها كل الاحداث اللي انت بتحبها والدراما وحاجات اكتر من خيال، وبعدين حاجة واقعية مش اي كلام. كذا مؤلف عرض عليا ان هو يكتبها، بس انا قلت ابدا ما هيحصل، لازم اللي يكتبها يبقى كاتب وفنان زيك كده. ايش عرفك اني بعرف اكتب مؤسس؟ كنت انا مش عارف. انت مش جربت وفلحت؟ يعني كان سيناريو يتيم كده يعني، وكان فيلم قصير كمان مش فيلم طويل. مش مهم، المهم انك عندك الملكه. وبعدين دي قصه حياتي، حياه بنت بسيطه جايه من بحري لحياه النجوميه والشهره. وعشان تبقى عارف انا عندي المنتج كمان ومؤمن بيا جدا. اللي بيقول على اول الشارع ده سابني ساعه استناه. يا بنتي كفايه كدب بقى، حرام عليكي والله. الراجل هو اللي اتاخر، انا عمري ما اتاخرت انت عارفه. همشي انا بقى. تمشي تروح على فين يعني؟ قاعد لي طول اليوم وعمال تزن تزن، واول ما الحاجه تيجي تاخد بعضك وتمشي؟ مفيش مشيات. لا ما تمشيش يا معلم، وانا كاني ما شفتش حاجه. هو انتوا تعرفوا بعض؟ لازم نعرفه. قوم هات لنا طبق. روق كده يا ابو حميد، نفتح بقى صفحه جديده وننسى اللي فات. وهي دي
صفحة بيضة حلوة جميلة. نطلق. أنا فكرت وقررت. مش محتاجة وقت تاني؟ أنت لما فكرت قررت إيه؟ معرفتش أوصل لأي قرار. أنت شايف إن إحنا ينفع نكمل مع بعض؟ ممكن لو أنت عندك استعداد ناخد فرصة تانية ونبقى بني آدمين تانيين، أنا هبقى مستعد. بس إحنا مش بني آدمين تانيين. كفاية. أنا عندي سعادة آخد فرصة تانية. ليه؟ أنت ليه مصمم تقاوح؟ ليه مصمم تقاوح إن أنت عايز وأنت مش عايز؟ أنا فاهمة. عشان أهلك والمجتمع. بس انت لو واجهت نفسك بجد هتكون عايز قرار الطلاق ده اكتر مني. حتى اللي انت بتقوليه ده انا مش متاكد منه. بس انا متاكده، انا مش هقدر اكمل. وانا مش هقدر اغصبك على حاجه انت مش عايزاها. يعني بس هستاذنك ناجل قرار ان احنا نقول لامي ده شويه. اكيد طبعا. طيب بما ان احنا هنأجل قرار التنفيذ ده، ممكن نعتبر ان احنا في يعني عندنا وقت ممكن ناخد فيه فرصة تانية؟ انت ليه عايز تقنع نفسك ان انت متمسك بيا؟ الو ازيك؟ لا انا لسه عندي سكشن. صباح الخير. صباح النور. هكلمك اما اخلص. دكتور سعد. ازيك؟ تخيل كيف قدرت انك تمنعيني اني اشوفك لهالوقت. ما انت بتعرفي انه انا كنت قلقانة عليكي. حتى على تليفوناتك ما كنت عم تردي. ابعت لك 10 رسائل بالنهار على تليفونك وكل وحده فيها اطروحه هالقد، وانت تبعتي لي رساله وحده وبس. ويمكن ما كنتش المفروض ان انا ارد اصلا. عشان يوم ما رديت لقيتك في وشي. لاني اشتقت لك. لاني اشتقت لك، لاني بحبك ولاني بدي اشوفك. أنا رح جن، أنا ما بدي شي من هالدنيا كلها غير إني شوفك. لا عم بقدر آكل ولا عم بقدر أشرب. ليه عم تعمل في هيك؟ أنا قلت لك ليه؟ ومش هقولك تاني ومش هتكلم في الموضوع ده تاني. أنا عايزة أبقى لوحدي من غير أي ضغط من أي حد. أنا أصلا في مشكلة مموت تاني، والوضع اللي إحنا فيه ده بيموتني أكتر كل يوم. بليز لو أنت قلقان عليا وعايزني أبقى كويسة سيبني. سيبني مع نفسي. انا مش هبقى كويسه ولا هعرف اقف على رجليا تاني غير وانا لوحدي. قد وجودي بحياتك صار تقل اكتر من الدرجات دي كمان. انا شو انجي؟ انا مش مستحمله، مش قادره. نديم بليز احترم المسافة اللي أنا عاملاها.
انا عايزه ابقى لوحدي. انت عبيطه يا بنت انت، ما ينفعش كنت بتكلمي جد ابدا. ليه ان شاء الله ما ينفعش اكون بكلم بجد؟ لما الراجل جه لحد عندك عشان يديك العربون، وبعدين هي القصه ما كانتش عاجباك ولا ايه؟ يعني قصه يطلع منها حكايه جماهيريه لطيفه، يعني مش بطاله. مش ايه؟ مش بطاله؟ ده مسعد اول ما سمع الحكايه جه جري وعايز يدفع العربون. ايوه يا ليلى، انا مش عارف انا عايز ابتدي الكارير بتاعي بايه؟ باي سيناريو وخلاص، ولا بفكره من افكاري؟ يا حبيبي شغل مخك شويه. انت دلوقتي محتاج تنتشر وسط الجمهور ويبقى ليك اسم، وبعد كده بعمل افكارك. الناس دلوقتي عايزه القصص الحقيقيه اللي فيها معاناه وعذاب وبهدله زي قصتي كده. وبعدين مسعد قال لي كده. او مسعد ده بقى دورت عليه في جوجل ما لقيتوش اي اثر، ولقيته ما انتجش حاجه قبل كده. بس كان شغال مدير انتاج قبل كده، ده غير بقى ان ده اول عمل ليه، فاكيد مش هيستخسر ولا يبخل عليه، وساعتها بقى هينجمني وينجمك. تمام، ايه بقى اللي اقنعه بيا؟ يعني انا ماليش اي سابق في السوق، بشوف ناس بتكتب في السوق اشتغل معاها. انت بتستقل بيا برضه ولا ايه؟ انا قلت له ان انت عندك رؤيه مختلفه وبروستك، وقلت له ان انت كتوبه حلوه. كتوبه حلوه؟ اه كتوبه حلوه. المهم بقى دلوقتي انا يومين كده وهديله تليفون، تكون انت عملت مرخص للموضوع في ورقتين. ماشي. أنا خسران إيه؟ خسران؟ أنت كسبان وكسبان قوي. أنت كفاية إن معاك ليلى، نجمة كل ليلى. ألا مبدرة قوي كده ليه؟ عبد السلام عزمني على الفطار، وبعد كده هنروح المحل عشان أسلم الشغل للمدير الجديد. بصراحة بقى أنا شايفة إن ملوش أي لازمة إنك تسيبي الشغل. هجيب جهد منين؟ كفاية عليا هنا وهناك. اتفضلي. اهلا. صباح الخير. ايه النشاط ده على الصبح؟ اشمعنى انت؟ في يا برج الملك. وانت عارف انك انت ليك اخت كانت حامل وسقطت، واحده تانية فسخت خطوبتها، نازلين معاك هنا في نفس اللوكاندا. ماما انا رحت انجل المستشفى وزرتها. وتعبت نفسك ليه؟ ما كانش في داعي، زياره ملهاش اي لازمه. بعدين هو انت فاضي؟ ده انت راجل عاطل ما بتعملش حاجه. ماما فيها الصبح. كويس انك انت عارف تميز الصبح من الليل. يا ترى بقى فاكر ان المفروض ان انا هسيب البيت ده؟ مش هيبقى فيه هنا غير ستات؟ فاكر ما قلتليش. لا انا مش قلقانه، لان الستات اللي هنا ارجل منك بكتير قوي. على الاقل كل واحده ليها شغلانه وليها كيان، وعرفت تعمل حاجه مفيده بحياتها. انت عارف من الحاجات اللي مخلياني عايزه امشي من هنا بسرعه ايه؟ ان عايزه اتحرم ان انا اشوفك بالصدفه هنا، لان كل ما بشوفك بتغم. الدرجه دي؟ ايوه يا احمد للدرجه دي. طب لو قلت لك ان انا مضيت عقد اول فيلم سينما ليا، وان شاء الله هبتدي اكتب فيلم النهارده. يا عبد السلام انا نازله حالا. فيلم ايه؟ احكي لك بعدين، بس يعني انزل دلوقتي عبد السلام يلا وسلمي عليه، تلاقيش كله هيبقى زي الفل. انا مش قادر فعلا اقول لك هو عايز يعمل كده او لا، ولا حتى عارف انصحك واقول لك تدي له فرصه وتدي نفسك فرصه. انا فعلا مش عاوزك وسط الناس عامله كده. وحتى لو انت عايزني وسط الناس عامله كده انا مش عايزه كده. تفتكري كنت عايش زي زمان كنت قابل الاختلافات دي؟ لا ما اظنش.
وانا اتغيرت ايه؟ كلنا بنتغير يا ادم. لا انا اقصد يعني انا كنت وحش وبقيت حلو، ولا انا كنت حلو وبقيت وحش، ولا انا خارج ولسه خارج. ايه ازيك عامله ايه؟ والله لو اعرف ان انت كنت جايه ما كنتش خرجت. عامله ايه؟ طاقت في دماغي يجي فجاه. برافو عليكي، ابقي اعملي كده على طول. انا هقوم اغير هدومي دلوقتي واقوم اعمل لك احلى صينيه مسقعه. لا ده انا هاجي اعملها معاكي. ولا انت تحبي تاكل حاجه تانية؟ لا يا حبيبتي حاجه مسقعه. هنزل اخوك الورشه عشان ما يسمعنيش كلمتين. تتفضلي هنا مش كده؟ انا قاعده معاكي طول اليوم. ماشي يا ستي، لو كده ابعت الواد يجيب لك حاجه حلوه. انا جبت معايا حاجه حلوه. فين دي؟ هنا. يعني هنا؟ انا حامل. مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة ما عندوش إحساس، والقلبي ما بي.
تمشي مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرحي وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرح ولو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة بيكره، وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس.